المركبات الثقيلة وأنواع المركبات الثقيلة طبعا تدخل ضمن المركبات الثقيلة الجهاز الميكانيكي الثقيل والجهاز الميكانيكي الخفيف والمركبة الثقيلة. المركبة الثقيلة طبعا سميت المركبة الثقيلة وذلك لثقل الحمولة وثقل حمولة المركبة. بالنسبة للمركبات الثقيلة طبعا في أماكن مخصصة لعبورها، معظم الشوارع اللي تمر عليها تكون شوارع مثلا خاصة وشوارع مجهزة من ناحية الأسفلت ومن ناحية تجهيزات أخرى للشوارع مثل بعض اللوحات يتم كتابتها عن طريق اللغة العربية والأردو، لأن معظم سائقي المركبات اللي موجودين عندنا في الدولة اللي هم من الجنسية الأردو أو الجنسيات الأخرى طبعا الآسيوية بشكل عام. المركبات الثقيلة طبعا وقت المنع اللي هو وقت منع مرور الشاحنات من الساعة 6:30 صباحا اللي هي وقت الذروة إلى الساعة 8:30، ومن الساعة 1:30 إلى الساعة 3:30 مساء طبعا، وذلك لخروج الناس من الدوامات وذهابها للدوامات، فتكون فترة ازدحام ووقت ذروة. والشاحنة بإعادتها طبعا بإعادة سير الشاحنة تكون وايد بطيئة وذلك لثقل الحمولة. تقسيمات الشاحنة، الشاحنة طبعا تتكون من قاطرة ومقطورة. رأس الشاحنة يسمى القاطرة، أما جسم الشاحنة فيسمى المقطورة. طبعا هناك عدة شاحنات اللي هي اللي تكون للتحميل، اللي تكون شاحنات الخرسانة أو تكون شاحنات الإسمنت. طبعا هذه تحتاج تصاريح خاصة لأنها صعبة أنها توقف في الشوارع. أما بالنسبة لشاحنات الحمولة فممكن أنها توقف بشكل طبيعي بشكل عادي، ممكن أنك توقفها في أماكن الاستراحات. طبعا معظم مخالفات الشاحنات تكون مخالفات قوية ومخالفات كبيرة من ناحية المبلغ، الأشياء جزائية تكون عليها وعلى الشركات طبعا التي تقوم بتسيير هذه الشاحنات. بالنسبة للمخالفات المركبات الثقيلة طبعا بنبدأ بقيادة المركبة الثقيلة بطريقة تعرض حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، من خلال التزام طبعا شخص صاحب المركبة الثقيلة بإرشادات وعلامات شرط المرور. يتصنف هذا البند إلى ألف، طبعا البند باء قيادة مركبة ثقيلة بطريقة من شأنها أن تلحق ضرارا بالمرافق العامة أو الخاصة. طبعا المرافق العامة والخاصة لا قدر الله في حالة وقوع أي حادث أو لوزن أو الوزن الزائد أو زيادة حمولة الشاحنة مما يخلق أضرارا طبعا على الأسفلت، وتكون قيمة المخالفة 3000 درهم. بننتقل للبند الثاني اللي هو تجاوز المركبة الثقيلة للإشارة المرورية الحمراء، طبعا بتكون المخالفة 3000 درهم. طبعا هذه واضحة بالنسبة للإشارة الضوئية. المخالفة الثالثة تسبب سائق المركبة الثقيلة في أي حادث ينجم عنه تدهور المركبة التي يقودها وأي مركبة أخرى، طبعا بتكون المخالفة 3000 درهم إلى الأضرار التي راح تنتج عن الشاحنة، أو في حالة تدهور بالإصابات يتم تحويل الحادث إلى المحكمة لتقررها المحكمة. عدم التزام المركبات الثقيلة بخط السير الإلزامي
طبعا في بعض الخطوط إلزامية للشاحنات ويمنع دخولها إلى الشوارع العادية والشوارع المزدحمة وغير المخصصة للشاحنات من خلال اللوحات الإرشادية. طبعا بتكون مخالفتها 1500 درهم بالإضافة إلى 12 نقطة من نقاط السود على رخصة سائق الشاحنة. طبعا قيادة المركبات الثقيلة تعرض حياة الآخرين أو سلامتهم وأمنهم للخطر من خلال الانتقال مثلا في الطريق من حارة إلى حارة، أو مثل ما ذكرنا سابقا لعلو الشاحنة. تقريبا أكثر شاحنة بتكون، أقل شاحنة بتكون طبعا مترين مترين وشيء، أو الأجهزة الميكانيكية مما يخلق إعاقة لرؤيتهم للطريق 100%. عدم التوقف عند التسبب في حادث بسيط للمركبات الخفيفة، طبعا هذه بتكون المادة ألف مخالفتها 500 درهم بالإضافة إلى 8 نقاط سود إلى سجل السائق. البند باء عدم الوقوف عند التسبب في حادث بسيط للمركبات الثقيلة أو بين المركبتين، يعني المركبات الثقيلة بتكون قيمة المخالفة 1000 درهم بالإضافة إلى 16 نقطة وسبع أيام حجز للمركبة. عدم صلاحية إطارات المركبة أثناء السير بتكون مخالفة 500 درهم بالإضافة إلى 4 نقاط وسبع أيام حجز إلى سجل السائق. طبعا في عندنا بعض الشاحنات يتلاعبون في صلاحية إطار المركبة من حيث تغيير بعض الأغلفة للمركبة أو إعادة طلاء المركبة من أول جديد بحيث أنه يبين أن الإطار جديد. طبعا هذا يعرض حياة الخطر وحياة الآخرين طبعا وأمنهم وسلامتهم للخطر، لكن هو أهم شيء بيكون عنده توفير طبعا بعض المبالغ المالية للشاحنة وذلك لغلاء إطار الشاحنة أو المركبات الثقيلة. طبعا الشاحنات بشكل عام يمنع تواجدها في المدينة أو يمنع قيادتها في المدينة لوجود ازدحام، وثاني شيء لتعريض حياة الآخرين للخطر. طبعا الشاحنة بمستوى ارتفاعها تشكل صعوبة على رؤية السائق، خصوصا بالنسبة لمستخدمي الدراجات، لأن مستخدمي الدراجات طبعا بيكون نازل ومن صاحب الشاحنة بيكون على ارتفاع. تقريبا اليوم راح نتكلم عن يعني مثلا ارتفاع الشاحنة او ارتفاع مقعد الشاحنة تقريبا اكثر عن مترين او مترين ونص، فيشكل صعوبة على السائق. اما هناك شوارع خارجية لقيادة الشاحنة، طبعا عندنا في مدينة خورفكان شارعين اللي هو شارع المينا الدائري وشارع المستشفى الدائري اللي هو شارع الشيخ خليفة، مسماهم شارع الشيخ خليفة الدائري بمكرمة من صاحب السمو ورئيس الدولة. وطبعا
راح يستكمل الشوارع اللي هو شارع الخارجي في استكمال له لخارج مدينة خورفكان. أما في منتصف مدينة خورفكان طبعا ممنوع مرور الشاحنات بشكل نهائي، وفي مناطق طبعا اللي هي المزدحمة مثل منطقة الكورنيش لوجود المطبات اللي موجودة على الكورنيش ولوجود الازدحام كبير من حيث الكثافة السكانية على الكورنيش، فتمنع مرور الشاحنة منع باتاً. وهناك لوحات إرشادية للطرق التي يمنع استخدام فيها الشاحنة بشكل عام، وإرشادات أخرى، لوحات إرشادية أخرى لأماكن مرور الشاحنات. طبعا سميت بالمركبات الثقيلة وذلك لوجود حمولة ثقيلة عليها. وهناك في بعض المناطق المجاورة والإمارات الأخرى طبعا وجود ميزان بالقرب من الكسارات أو الشركات ذات التحميل، طبعا بتقيس حجم أو وزن الشاحنة على وزن الحمولة المصرح لها بحملها، وذلك لمرورها أثناء مرورها على الأسفلت لا تحدث أي ضرر بالإسفلت. طبعا هناك اشتراطات مثل تغطية الحمولة أو طبعا كل مقطورة لها حمولة معينة مثل حمولة الماء أو حمولة البترول، لازم تكون المقطورة مجهزة تجهيز ثاني. الحمولات مثل الرمل أو الحجارة يتطلب تجهيز ثاني، لكن جميع الحمولات لازم تكون مغطاة بشكل كامل. طبعا هناك عدة مقطورات للشاحنة على حسب شو الحمولة اللي راح تاخذها الشاحنة، مثلا الماء او الوقود يكون تجهيزات المقطورة ثانية، تكون المقطورة عبارة عن خزان او شبيه بالخزان للحمولة مثل الماء، الوقود، الاسمنت. اما بالنسبة للحجارة او الرمل طبعا بتكون المقطورة بشكل ثاني تغطى من الجهة العلوية. أما بالنسبة للحجارة طبعا المقطورة بيكون شكلها بشكل ثاني. بالنسبة طبعا للشاحنات يجب على قائد الشاحنات الالتزام
بقواعد وإرشادات شرط المرور وعلامات المرور مثل المركبات الخفيفة. بس الشاحنات طبعا تشكل صعوبة، وذلك لكبر حجم الشاحنة ولخطورة استخدامها. طبعا المركبة الثقيلة، المركبة الخفيفة، بعض التجاوزات أو بعض الأخطاء أتي بسيطة، أما بالنسبة للشاحنة طبعا تم وضع لها مخالفات قوية، وذلك لخطورتها طبعا وقيادتها مثلا باستهتار، ممكن يدخلك في مشاكل كبيرة أو حوادث كبيرة لا تحمد عقباها طبعا، ويأخذ منها متطلبات ويأخذ منها شغل كبير ومعدات. أحيانا نلجأ إلى البلدية لاستخدام بعض المعدات، أو نلجأ إلى بعض المعدات الثقيلة لمساعدتنا لا قدر الله في حوادث الشاحنات، أو مثلا الشاحنة إذا انقلبت، أو معظم الحوادث اللي تسببها طبعا حوادث جسيمة، تسرب أو تساقط أشياء من حمولة المركبة الثقيلة. طبعا بتكون مخالفتها 3000 درهم و12 نقطة على سجل السائق من المخالفات المشددة. في بعض الحمولات طبعا لازم تغطى لعدم تسربها مثل الرمل أو أكياس الإسمنت، لازم تكون مثبتة بشكل جيد. عدم تثبيت ملصقات عاكسة خلف الشاحنات أو مركبات النقل، طبعا في ملصقات عاكسة تصرف من المرور، يتم شرائها أثناء تسجيل المركبة، توضع في خلف الشاحنة وأسفل الشاحنة، وذلك لوضوح الشاحنة. طبعا في حالة عدم وضوحها يتم تغريم السائق بمخالفته 500 درهم. تسيير المركبات الصناعية، تسيير المركبات الصناعية اللي هي الجرارات بأنواعها خلال الطريق، طبعا في المركبات الثقيلة منها التي لا تصلح للسير على الطريق ويجب تحميلها، تكون مخالفتها 1500 درهم. طبعا وبتكون من ضمنها الجرارات والأجهزة الميكانيكية دون تصريح من سلطة الترخيص. بننتقل للبند الآخر، عدم رفع جهاز العادم في الشاحنات. طبعا جهاز العادم ضروري يكون مرفوع في الشاحنات، لأن معظم الشاحنات اللي بتكون شغالة تنفذ أدخنة، لأن معظم الأجهزة هذه الثقيلة تكون تشتغل على الديزل، طبعا بتكون مخالفتها 1500 درهم. عدم تغطية الحمولة في الشاحنات، طبعا الحمولة اللي ذكرناها من رمل أو حجارة تطاير على الطريق، ما تعرض حياة الآخرين، وأيضا تعرض بعض الإتلافات على المركبات، طبعا بتكون مخالفتها 3000 درهم. عدم الالتزام بنظام التحميل أو التفريق في الأماكن المخصصة، طبعا هناك أماكن مخصصة للتحميل والتفريغ من خلال مواقع التسوق أو الأماكن التي يتم التنزيل فيها، طبعا بتكون المخالفة 1000 درهم بالإضافة إلى 4 نقاط سود على سجل السائق. قيام سائق الشاحنات بالتجاوز في أماكن يمنع فيها التجاوز، طبعا في بعض الأماكن يمنع فيها تجاوز الشاحنات، وذلك لضيق الشارع أو وجود بعض المنحنيات على الطريق، طبعا بتكون المخالفة 3000 درهم. قيادة مركبة ثقيلة لا توفر فيها شروط الأمن والسلامة، طبعا لجميع المركبات سواء ثقيلة أو خفيفة يجب توفر فيها شروط الأمن والسلامة. بالنسبة للثقيلة تكون مخالفتها 2000 درهم بالإضافة إلى 6 نقاط على سجل السائق. عدم التوقف عند التسبب في حادث، عدم توقف عند التسبب في حادث مروري سواء على طبيعة الحادث، طبعا يتم مخالفتها بألف درهم بالإضافة إلى 16 نقطة على سجل السائق وسبع أيام حجز للمركبة. نطلب من الأخوة أصحاب المركبات الخفيفة ومستخدمين المركبات الخفيفة والدراجات
الابتعاد بقدر المستطاع وترك مسافة كافية بالنسبة للشاحنات، يعني مثلا أثناء دخول الدوار أو أثناء المنحنيات يترك مسافة بينه وبين الشاحنة، وذلك لثقل الشاحنة، لعدم سيطرة السائق بشكل كامل على الشاحنة. بعض الشوارع طبعا عندنا تكون صغيرة، بعض الشوارع تكون غير كافية لدوران الشاحنة أو غير كافية لمسير الشاحنة. معظم الشاحنات اللي تستخدم مثلا في نقل طابوق أو لمقاولات البناء نضطر يعني مساعدة سائق الشاحنة بدخولها في الأحياء السكنية لإنزال الحمولة، أو بعض الشوارع الضيقة لإنزال الحمولة. طبعا يتم أول شيء بداية طلب تصريح من الشرطة، ثم أثناء تواجده يطلب دورية الشرطة اللي تقوم بمساعدته بدخوله والخروج من المناطق السكنية أو إغلاق بعض الشوارع. ونتمنى في نهاية الحلقة التزام سائقين المركبات الثقيلة بإرشادات شرط المرور والتزامهم بالعلامات واللوحات الموضوعة على الطرق. طبعا معظم القوانين يكونوا ملمين فيها من خلال أثناء تقديمهم الرخصة للمركبات الثقيلة، فنتمنى منهم التقييد للحفاظ على أمنهم وأمن وسلامة مستخدمي الطريق من خلال التزامهم بطرق الشاحنات، بالإضافة إلى بعض الشاحنات التي يوجد لها تصاريح لدخولها شوارع المركبات. نرجو منهم الالتزام بقوانين السير والمرور واللوحات الإرشادية الموضوعة على الطريق.